حدث النهارده الحدث المهم الاساسي يعني، وهو افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. احنا بنتكلم على دي الدوره ال 22، يعني الدوره ال 22 من هذا المؤتمر ومعرض القاهره الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. عنوان الدورة دي اللي هي قيادة التحول الرقمي. يعني ايه قيادة التحول الرقمي؟ انت بتتكلم على دولة بتسعى الى البناء والى التنمية، ما ينفعش ما يبقاش فيها يعني التكنولوجيا ضاربة او تكنولوجيا الاتصال اساسية. ليه؟ لانه انت عندك مثلا مصر عندها توجه للشمول المالي على سبيل المثال، فالشمول المالي ده محتاج نهضة أو محتاج تقدم كبير جدا في تكنولوجيا للاتصال. الرئيس نفسه بيولي هذا القطاع. الصورة دي بس عايزين نتوقف عندها شوية، رجعوا لنا يا شباب، بيقول لكم نتوقف عندها تشيلوها. أنا معاكم في البرنامج على فكرة. طيب، فدي الصورة نتوقف عندها شوية. ليه نتوقف عندها شوية؟ الطفل اللي بيسلم عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ده هو نجل الشهيد ساطع النعمان، وهذه السيدة هي زوجته. هنا الإشارة مهمة جدا زي ما بقول لكم دايما، اللي هي ايه؟ انه البلد اللي بتحارب الارهاب ولا تنسى شهدائها الذين يعني بذلوا دماءهم من اجل ان تبقى، هي البلد اللي بتبني وبتتقدم وبتقول للعالم ان احنا موجودين هنا. في اللحظة اللي انا ببني فيها ما بنساش الناس اللي امنوا لي هذا البناء، اللي خلوني قادر اشتغل، اللي خلوني قادر ابني، اللي خلوني قادر اكون في هذه الصورة. يعني دم الشهداء، روح ساطع النعماني التي قدمها بأريحية شديدة فداء للوطن، هي اللي بتوصلنا لهذه الصورة. إلا أنه الرئيس بيتكلم على زي ما قال في كلمته تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات وإقامة مدن ذكية وتمكين مختلف فئات المجتمع الحقيقة من استخدام الخدمات الرقمية. في النهارده تم الاعلان مثلا عن مسابقه بين طلاب الجامعات للي هو الخدمات الحكوميه الرقميه، وتقريبا الجائزه حوالي 1,000,000 جنيه. بندخل عصر العلم فيه هو الحاكم والمتحكم، ما بقاش فيه عشوائي. ويمكن خلينا الخص الحكايه لانه ده موضوع مهم جدا. في فيلم يمتد شوية ممكن حوالي 7 دقايق عن هذه النهضة وعن مصر وصلت لإيه في مجال الاتصالات ومجال تكنولوجيا المعلومات. يعني هذا التقرير أو هذا الفيديو التسجيل ده مش لتزكية الوقت، ولكن اسمعوه بعناية، ويمكن حتى هيبقى فيه عامل جذب لأنه التعليق الصوتي بصوت فناننا الجميل ماجد الكدواني. اسمعوا يا جماعة. اللي بيبني أي شيء لازم يعتمد على العلم ويرسم ويصمم ويفكر ويطور وينفذ، فما بالك ببلد بتبني إنسان، يعني بتبني الركيزة الأساسية في حضارة أي أمة، اللي بيصنع الأمل وبينور الطريق للمستقبل، المستقبل اللي التكنولوجيا بقت لغته العالمية لتنمية وبناء الإنسان. ومن هنا كانت رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توفير برامج تدريب لمختلف الأعمار وفي أدق وأحدث التخصصات في تكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع كبرى المؤسسات والجامعات العالمية من خلال عدة مبادرات زي مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل ومبادرة وظيفة تك وغيرها كتير. بنقدم برامج تدريب على أعلى مستوى وفي معامل متخصصة في مختلف محافظات مصر، وده ساهم في خلق فرص عمل متميزة للشباب المصري في الشركات المحلية والعالمية. وبفضل الشباب المدرب بقت مصر بين أفضل الدول اللي بتقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود وخدمات التعهيد.
من خلال مراكز الاتصالات وشركات تكنولوجيا المعلومات لأكثر من 100 دولة وبعشرين لغة مختلفة. أكثر من 230 ألف شاب مصري وفتاة مصرية قوموا صناعة بتصدر دلوقتي بأكثر من 3.2 مليار دولار. شبابنا هم المستقبل. على كده بنشجعهم على إنهم يبدعوا ويكونوا رواد أعمال وأصحاب شركات. وعلشان نشوف من النماذج دي في كل مكان في مصر ونوصل لحد عندهم، بنينا مناطق تكنولوجية في برج العرب وأسيوط وبني سويف ومدينة السادات، وكمان بننشئ مجتمعات الإبداع التكنولوجي في 8 جامعات إقليمية لتشجيع الطلاب والخريجين على ريادة الأعمال والابتكار. ومش بس كده، ده احنا بنبني مدينة المعرفة في العاصمة الجديدة باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات المتطورة علشان نقدر ننتج البرمجيات والتطبيقات المختلفة. وعلشان مصر دولة غنية بالمبدعين والمبتكرين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كان اختيار منظمة الأمم المتحدة لمصر علشان تنشئ فيها معملها الإقليمي لرعاية الإبداع التكنولوجي في إفريقيا، اللي أعلن السيد رئيس الجمهورية عن إطلاقه في ديسمبر 2017. والشيء اللي يبعث على التفاؤل لما تعرف ان بقى عندنا كل مقومات النجاح لتصميم وتصنيع الالكترونيات. ولما كان بناء الانسان المصري جوهر عملية التنمية واساسها من خلال مجتمع دامج، قامت الوزارة بالتأهيل التكنولوجي لستين مركز مجتمعي متكامل دامج قدموا خدمات التدريب لعشرين ألف شاب في المناطق الفقيرة والمهمشة. وبنوفر التدريب لبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة تكنولوجيا من خلال الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة. ده غير ان التكنولوجيا هتساعدنا في تشخيص وعلاج المواطنين في اي مكان من خلال التشخيص عن بعد. وعلشان نحقق ده لازم يكون عندنا بنية تحتية قوية لتمتد في محافظات مصر المختلفة وتساعدنا في اننا نبني مدن ذكية ونوصل للمواطنين في كل اماكنهم. ومن المنطلق ده قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الشركة المصرية للاتصالات بتحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الفايبر أوبتكس. وفي زمن قياسي تم توصيلها لأكثر من 2500 مدرسة تعليم ثانوي في كل محافظات مصر. بطول 4500 كيلومتر كابلات من السنترالات إلى المدارس. وطبعاً كلنا عارفين أهمية تطوير التعليم في المرحلة دي. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هدفها بناء مجتمع رقمي مبدع منتج يحقق التنمية الرقمية الشاملة. في المجتمع الرقمي هيكون في تكامل بين جهات الدولة من خلال ربط قواعد البيانات، وبكده هيقدر المواطن انه يحصل على الخدمات الحكومية بسهولة ويختار نوع الخدمة المطلوبة بدون ما يحتاج انه يدخل بياناته التفصيلية اللي هتكون اصلا متسجلة في قواعد البيانات. ويقدر كمان يدفع الرسوم المطلوبة من غير ما يروح لأكتر من جهة علشان يكمل أوراقه، وهيكون متاح خدمات كتير. وعلشان نتأكد إن الخدمات دي تكون متاحة لكل المواطنين بتنوع ثقافتهم وطبيعة حياتهم، هيتم توفيرها بطرق سهلة وبسيطة ومختلفة. تطبيقات الموبايل أو المنصات الرقمية أو مراكز الاتصالات أو مراكز الخدمات الحكومية أو من خلال مكاتب البريد المصري. اللي بقى بيقدم خدمات بريدية ومالية وحكومية متطورة زي بايومتريك ATM اللي بتسهل على كبار السن صرف المعاش باستخدام البصمة، وهتوجههم باستخدام أوامر صوتية بمنتهى الدقة علشان يقدروا يتمموا كل معاملاتهم بسهولة وأمان. وعندهم ITM اللي من خلالها تقدر تفتح حساب مالي في البريد وتستخرج البطاقة المالية الخاصة بحسابك. وكمان POS هتقدر مع زيارة مندوب البريد ليك تدفع فواتير الكهرباء والتليفون ومخالفات المرور. وابليكيشن ايزي باي باستخدام تكنولوجيا سكان تو باي من موبايلك تقدر تدفع مشترياتك.
ده غير الايزي بوكس، يعني لو عندك حرفة وما بتعرفش تسوق لها عملوا لك موقع البريد مول. البريد هيساعدك في بيع المنتج ويوصله للعميل ويحصل منه الفلوس ويحطها لك في حسابك في البريد. كل الخدمات الحكومية هيتم تقديمها بشكل يوفر الوقت والمجهود على المواطن. احنا الشباب، شباب بكرة، بنتعلم كل يوم ازاي نكون احسن، بنعمل اللي علينا عشان نرفع اسم مصر فوق. طول ما في حد بيفكر فينا يبقى احنا على الطريق الصح وبنتطور، والمستقبل اكيد هيبقى اجمل. ومن اجلهم نسعى بكل ما اوتينا من عزم لبناء الجسر القوي الذي يعبر بهم وباحلامهم نحو الامل والمستقبل. الهدف من الكلام ده اللي حضراتكم شفتوه جملة جت في التعليق الصوتي على الفيلم لصاحبه الفنان الجميل ماجد الكدواني، قال احنا بنعمل مجتمع رقمي مبدع منتج. ليه؟ ببساطة شديدة، لانك تقعد تقول لي رقمنة الدولة، الدولة الرقمية، مش عارف ايه، بتكلم على التكنولوجيا يا جماعة، كلنا بنتعامل بيه، التكنولوجيا اللي هتوفر وقت وتوفر مجهود وتوفر فلوس، لانك ممكن من خلال التكنولوجيا والتطبيقات والبتاع تطلب يعني خدمات كتير جدا فتجيلك، تخلص ورق فيجيلك، بيبقى عندك قاعدة معلومات انت كشخص، فما بالك بمؤسسات الدولة اللي هي بتبقى كلها عبارة عن شبكة واحدة، ما نلاقيش المآسي اللي بنشوفها. الدولة تنهض، توفر وقتها وتوفر جهدها وتوفر فلوسها. ده الهدف من انه كله يبقى بالتكنولوجيا، كله يبقى بالكمبيوتر. ده هيستدعي الكلام اللي كنا بنقوله في الاول، لان انت عشان المجتمع كله يبقى يعني في نفس المستوى في المجتمع كله لازم يبقى متعلم عشان يعرف يستخدم التكنولوجيا. لان خلي بالكم انه وانت بتنتج مجتمع رقمي مبدع منتج، لو في ناس مش متعلمه وفي ناس مش عارفه تستخدم التكنولوجيا، احنا هيبقى عندنا اقرب ما يكون الى الطبقيه التكنولوجيه. يعني في ناس عارفه تستخدمها وفي ناس مش عارفه تستخدمها، فالناس اللي بتستخدمها دي متمتعة بكل مميزاتها، والناس اللي بيستخدموهاش محرومين من كل مميزاتها. فالتعليم، نرجع تاني لأصل الموضوع، فالتعليم مهم. لو الناس كلها تتعلم وتتعلم كويس فتبقى عارفة تستخدم التكنولوجيا. هتقول لي في الأجيال الذكية وأي حد يقدر يدخل يستخدم بتاع، بس أقول لك مش كفاية. فإن إحنا قدام حالة من الإنتاج الحقيقة برضو بتقول لنا إن إحنا ماشيين الحمد لله على الطريق الصحيح.